الخبر الاول اللي عدنا عن محمد جواني وبيسان اسماعيل ورد جواني على هل من الممكن انه يتصالحون. فمحمد جواني طلع بمقابله امبارحه اللي راح اعطيكم رابطها بالوصف، وهذه المقابله سالوه محمد جواني هل من الممكن انه ترجع انت وبيسان اسماعيل مثلا تصورون يا بعض او على الاقل صلح. رد عليهم محمد جواني انه مستحيل يصير هذا الشيء وان هم طلعوا من قلبه. راح اعطيكم هذه اللقطه شوفوها. انا شخص ما بكره هالبنت، تمام، انا اوكي بعزه بس ما ضل في الحب جواني وبيسان قديمين. طيب اذا بنقدر نتواصل نحن مع بيسان ونكون كطرف دايركت هلا مباشره ونكون طرف للصلح بيناتكم. صديقي كم مره عاد لك ان المشكله مو بيسان وخلص؟ طبعا هو هنا يقصد بيسان اسماعيل، ايوه بيصلح. فهذا يعني انقطع اخر امل انه يرجعون يا بعض. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار، فنور نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي كان بهذه الصوره واللي كان كاتب لي جوا بس حابب اقولكم انه فيديو يوم السبت من احلى الفيديوهات راح يكون بقناتي، فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات ايش قيمة متحمسين انتوا لهذا الفيديو. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو محمد مار، فمحمد نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي يقول يا جماعه بكره الساعه 4 مقطع جديد على قناه الجلادين فتحضروا. الخبر الثالث اللي عدنا عن محمد جواني وتحديدا بيسان اسماعيل ووسام تيكت، فبالمقابله اللي كان طالع بيها امبارح جواني قال لهم محمد جواني منو كنت تقصد بالضبط باغنيه ورده ورده لما قلت انهيهم بث مباشر؟ رد عليهم محمد جواني انه كل الاشخاص اللي ذكرتهم بالمقابله واللي كان منهم بيسان اسماعيل ووسام تيكت انه هو يقدر ينهي الكل ببث مباشر. راح اعطيكم هذه اللقطه شوفوها. مستعد انهيهم ببث مباشر؟ مين هذول المستعد تنهيهم ببث مباشر؟ اللي ذكرتوهم من شوي. ببث مباشر مستعد تنهيهم كلياتهم، كل شيء حدا وقف بيقول بطريقه مستعد انهي ببث مباشر. اوكي فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم كلام جواني انه يقدر ينهي اي يوتيوبر ببث مباشر. الخبر الرابع اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة بيسان اسماعيل وامها، وانه امبارح هي جبرتها على ملابسها هذه، فبيسان اسماعيل نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات من راس السنة، كانوا يأنس الشايب دي يرقصون وكانت لابسة هذه الملابس، بالنسبة لامها فهي اللي جبرتها على هذه الملابس، فمثل ما بنلاحظه حاليا انه هي لابسة اسود، اوكي شنو يعني؟ المقطع نزلته حوالي قبل 3 ايام اللي كان فضيحة لها، قلت بهذه اللقطة شوفوها. الخبر الخامس اللي عدنا عن فضيحة بيسان اسماعيل ويا امها، فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام بث مباشر، وبهذا البث المباشر ام بيسان اسماعيل كانت كانه دا تجبر بنتها انه تلبس ملابس معينه راح تكون براس السنه، عشان جالسه تختار لها ملابس وهذه الملابس شويه قصيره، صح انه بيسان وانس شايب كل شيء تضايقوا من هذه الملابس من تعابير وجههم، ولكنهم ما قدروا يحجون شيء كانوا بالبث المباشر. اوكي حاليا مثل ما سمعتوا، اما بالنسبه للدليل انه هذه الملابس بالتحديد ام بيسان كان جبرتها عليها، فهو كان من البث المباشر نفسه، فيومها ام بيسان قالت لبيسان انه جايبت لها ملابس لونها اسود وانه تريد تلبسها براس السنة. ولكن بيسان بالبث المباشر قالت انه مستحيل البس اسود براس السنه، وحتى انس شايب قال مستحيل انه بيسان تلبس هيك ملابس براس السنه، وبهذه اللقطه احط لكم اياها شوفوها. هذا براس السنه؟ لا مو راس السنه. اكيد بحكي شو جلي. هذا مش براس السنه، بضل الصور. هذا لراس السنه اشوف. لا ما بدي اسود على راس السنه، البس اسود. انه بيسان كانت رافضه تلبس اسود براس السنه ولكنها لبست اسود، فهل من الممكن ان ام بيسان جبرتها على هذا الشيء؟ اكتبوا لنا توقعاتكم يا حبايب بالكومنتات. الخبر الخامس اللي عدنا عن واخيرا احمد ابو الرب وبرهوم تصالحوا، وكل واحد بيهم نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات يقولوا انهم تصالحوا ونعركتهم كانت تافهه، للاسف يا حبايب ما طولت ويانا الدراما. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات ايش قد انتم فرحانين بهذه الرجعه. وبس والله هنا وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك، اشتركوا بالقناه عشان اكون فايز يوم قدم لك القصص، وبس مع السلامه.